بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات أولى ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. بعدما شفنا الحل تاع الجزء الأول من تمرين رقم 87 صفحة 279 من التمرين، من الكتاب المدرسي، وهو على مستقيم أولر. إذا شفنا الجزء الأول، شفنا ألف، شفنا باء. الآن السؤال جيم يقول: تحقق بنفس الطريقة السابقة أن النقطة X تنتمي إلى ارتفاع المثلث ABC المتعلق بالضلع AC. هنا بما أن يقول بنفس الطريقة، راح نستعمل نفس الخطوات تاع السؤال الذي قبل، لأن السؤال قبل وصلنا إلى نتيجة أن X تنتمي إلى ارتفاع المثلث ABC المتعلق ببC. إذن هنا نولي للور، وش راح ندير؟ إذا راح أبين أن عوض ما نكتب أو بي زايد أو سي تساوي 2 أو أ فتحة، بما أن الارتفاع المتعلق بالضلع أ سي هنا المتعلق بالضلع بي سي، إذا أغير. راح نحسب أولا، أبين أن أو أ زايد أو سي تساوي 2 أو بي فتحة، ثم أستنتج العلاقة. عوض ما نكتب أ إكس راح نستنتج أ إكس تساوي 2 أو بفتحة. أخيرا أستنتج أن X تنتمي إلى الارتفاع المتعلق بالضلع AC. يلا نبدأ مع بعض. إذا التحقق بنفس الطريقة يعني ذلك التحقق أن X تنتمي إلى المستقيم الذي يشمل B، و BX يعامد AC. إذا نبدأ على بركة الله نفس الخطوات. إذا راح أبين أن OA زائد OC تساوي 2 أو بفتحة. نبدأ المساواة من اليسار، OA زائد OC باستعمال علاقة شال. هنا راح مش ندخل على النقطة بفتحة، هنا نفس الشيء أدخل النقطة بفتحة، ثم بعد ذلك باستعمال علاقة شال وش نلقاه. إذا OA كي ندخل بفتحة تولي لي O بفتحة. شوفوا معي نشرح لكم بطريقة أخرى. عندي شعاع OA، هنا شعاع OA، حبيت أدخل علاقة شال ندخل النقطة بفتح، يعني أضعها هنايا. وش تولي لي الأشعة؟ راح تولي لي الأشعة التالية، أو أ هي هو نفسه أو بفتحة زائد بفتحة أ. إذا نكتب، إذا راح يولي لي أو بفتحة زائد بفتحة أ. نفس الشيء على الشعاع أو سي، شوفوا معايا هاوليك شعاع أو سي، هنا ندخل النقطة بفتحة، راح يولي لي شعاع أو سي يساوي أو بفتحة زائد أو بفتحة زائد بفتحة سي، بفتحة سي، ثم نجمع أو بفتحة مع أو بفتحة، إذا يخرج لي أو أ زائد أو سي. ماذا يساوي؟ يساوي مرتين أو بفتحة زائد، الآن نجمع بفتحة أ، بفتحة أ زائد بفتحة سي. طبعا ما ننساش أن بفتحة هو منتصف أ سي، نولي للشكل، ركزوا معايا في الشكل. عندنا ب منتصف أ سي، وش معناتها؟ معناتها هذه القطعة المستقيمة اللي هي بفتحة سي تساوي بفتحة أ. في العلاقة الشعاعية وش عندي؟ إذا بفتحة أ زائد بفتحة سي كم تساوي؟ تساوي شعاع المعدوم، لأنهم متساويتين في الطويلة ولكن في اتجاهين متعاكسين. شوفوا معي بفتحة أ وشعاع بفتحة سي. إذا نكتب لكم كل الخطوات باش ما تقولوش من جد. كتبت لكم بفتحة منتصف أ سي يعني أن بفتحة أ زائد بفتحة سي تساوي شعاع المعدوم. إذا كي نجي الأو أ زائد أو سي ماذا يساوي؟ وعوض يساوي 2 أو بفتحة، وهنا قلنا أنه شعاع معدوم. إذا أخيرا حصلنا على العلاقة المطلوبة منا بيانها. الآن نجي للسؤال الثاني، وش يقول؟ استنتج أن BX، إذا نكتبها الاستنتاج أن BX يساوي 2 أو بفتحة. إذا وعلاه راني نتبع نفس الأسئلة تاع السؤال الذي كان من قبل؟ لأن يقول بنفس الطريقة،
إذا كيف أبين أن بي إكس يساوي 2 أو بفتحة؟ نقول لدينا، وش عندنا في السابق في المعطيات؟ عندنا أن أو إكس، وش عندي؟ عندي الشعاع أو إكس ماذا يساوي؟ يساوي أو أ زائد أو بي، هذا في المعطيات، زائد أو سي. نفس الخطوات اللي درتها لكم في الطريقة الأولى. وش راح ندير هنا؟ بإدخال النقطة بي هنايا، بي، وش راح يساوي لي باستعمال علاقة شارل؟ راح يخرج لي أو بي دائما زائد بي إكس، لأنني نبحث على بي إكس، يساوي أو أ زائد أو بي زائد أو سي. إذا بي إكس تاعي ماذا يساوي؟ بي إكس يساوي أو أ زائد أو سي. إذا نكتبو، نجيب الشعاع أو أ مع الشعاع أو سي باش نعوضو فيما بعد، زائد واش يبقى لي هنا؟ أو بي، نرد شعاع أو بي للطرف الأيمن تولي لي ناقص أو بي. إذا أتابع، بي إكس تاعي ماذا يساوي؟ يساوي، حنا لقينا في السؤال الذي قبل أو أ زائد أو سي ماذا يساوي؟ يساوي 2 أو بفتحة، وهذا طبعا أو بي ناقص أو بفتحة، أو بي عفوا، والشعاع المعدوم. إذا أخيرا لقينا أن بي إكس يساوي 2 أو بفتحة. أتابع نفس الخطوات، إذا شوفوا معايا نفس الخطوات، نفس فقط الاختلاف فقط في التسميات. شوفوا معايا، إذا تحصلنا على أو بفتحة يوازي بي إكس، ومن جهة أخرى لدينا أو مركز دائرة المحيطة بالمثلث أ بي سي، واش معناتها؟ معناتها أو سي يساوي أو بي يساوي أو أ، وعندي بفتحة منتصف أ سي من المعطيات، فإن أو بفتحة محور القطعة المستقيمة أ سي. ثم بعد ذلك واش عندي؟ عندنا أو بفتحة يعامد أ سي، لماذا؟ لأن عندي أو بفتحة هو محور القطعة أ سي، دائما نولي للتعريفات. ثم من جهة أخرى عندي أو بفتحة يوازي أ سي، إذا مستقيم يعامد مستقيم آخر، وهذا المستقيم يوازي مستقيم آخر، فإن بالضرورة المستقيم بي إكس يعامد أ سي، وبالتالي فإن النقطة إكس تنتمي إلى ارتفاع المثلث أ بي سي المتعلق بالضلع أ سي. الآن يقول السؤال، ماذا تمثل النقطة إكس؟ هنا النقطة إكس تاعي ماذا تمثل؟ وش عندي؟ عندي حسب السؤال الأول إكس تنتمي، شوفوا معايا، تنتمي إلى ارتفاع المثلث أ بي سي المتعلق بأي ضلع؟ في السؤال الأول كان المتعلق بالضلع بي سي، متعلق بالضلع بي سي، هذا كان في السؤال الأول. ثم وجدنا أن مرة أخرى و إكس تنتمي إلى ارتفاع المثلث أ بي سي المتعلق بالضلع، سؤال ثاني كان الضلع أ سي. إذا ماذا تمثل إكس؟ إذا إكس منه، إكس هي نقطة تقاطع الارتفاعين للمثلث. طبعا كاين حاجة ملاحظة، كيكون في عند رسم المرتفعات الارتفاعات أو المتوسطات يكفي أن نرسم ارتفاعين فقط. إذا كان في المثلث تقاطع الارتفاعين، درت تقاطع ارتفاعين فقط، فإنه يكفي ما نرسمش الثالث، لأنه بالضرورة راح يمر من نقطة التقاطع. من هنا نستنتج، ماذا نستنتج؟ نستنتج، شوفوا معايا واش نستنتج، نولي المعطيات باش تشوفوا الاستنتاج تاعي. اش هي نقطة تلاقي الارتفاعات. إذا ماذا تمثل إكس؟ إكس راح تنطبق على اش. إذا إكس تاعي هي نفسها اش. إذا نكتب إكس تمثل النقطة اش. إذا نستنتج النقطة، أن النقطة إكس هي النقطة اش، اللي هي تقاطع الارتفاعات. وبهذا
أتمنى أن يكون الشرح واضح، أكتفي بهذا القدر لكي أترك البقية للجزء الثالث إن شاء الله. الغرض هو أنكم تستفادوا جميعا من هذا التمرين، رغم أنه صعب قليلا ما، ولكن معليش الإفادة تكون في طريقة الحل المنهجية، وثاني تتعلموا أشياء من خلال هذا التمرين. ليس بالضرورة أنكم تجيبوه يعني 100%، ولكن الهدف هو أن نتعلم من هذا التمرين. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.